إلى رجل يعالج المرض معها مرض في قلبها يعني كضيقة أو نحوه، وأخيرا هذا المعالج وضع بيضة على قلبه من الظاهر ثم وضعها في الموقع هذا المرض زي الدخان، وأخيرا أعطاهم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتب فيه أشياء لا تعرف وقال تعلقوا. هذا مخرج يجب يمنع والمعاقب، هذا مخرج لا يجوز الوصول إليه ولا يجوز سؤال، هذا من العرافين والكهنة وأشباههم لا يسأل ولا يؤمن بقوله، بل يجب أن يعاقب إذا عرف على ولاة الأمور، يعاقبوا إذا عرفوه ويمنعوه من هذا الأمر السيء، إنما يطلب الدواء من العارف بالدواء المأمونين، العارف بالدواء المعروف، والمأمونين لا يخرجون ولا يعطون تمائم وتعالية تعلق على الإنسان ولا يعملون خرافات لا أساس لها. الكتاب الذي كتب لا يزال يقطع كل ما اقدر اترك هذا الكتاب ولو هذا من الشيطان، تعلم هذا يضرها ولا ينفعها، وهذا من الشيطان ثم يزال وخبر هذا هو الذي ينفعها ان يزال عنها، فان بقائه طاعه للشيطان وازاله طاعه للرحمن، تعلم ان هذا ينفعها زوال ويضرها بقاؤه، ولكن الشيطان يزيل للناس الباطل.